بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أبنرا مصيب بجلب دنتل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وشلنا من جرهم سلفوه من جورهم، أي قوتهم فلتاكيد أن نقل مس التوعد فسلنا ملتنام يتجول بنقول فوفا بسمع ما إياه وترمي أدنم نبتنا القول المفيد على كتاب التوحيد حنكي كوي تفسير آية جي تاتي دو أدي هار دامن قنقلنا لن حندنا أتنين حديث جدا بو أدي حديثك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علي بي حدثني حالني كم رسول الله نلا رسول الله سلام بأربع كلمات كن قدناي نلا دبيم لأن الله من ذبح لغير الله يوال لهود ولا اللهودي وانكير صندوق وانا ألا إن كالين يسها بون غنغو كن غون فانتا لأن الله من لأن والديه اللهودي ولا يوال لهود سور كو كفر ولا كوني كو دويد اللهودي ولا يوال لهود وان كد جناب من بلا لأن الله من آوى محدثا يوال لهود ولا اللهودي كلو يوين دجم حدث كلم مول دجم بدا يوين دجم حدث لأن الله من غير منار الأرض يوال لهودي ولا يوال لهود ومغند شانزي ما عند الليل بل هبان وجرين دوال لك نند دنجد حديث وعليل صحيح مسلم حديث وعليل بن نفيه ومبتنا كل نفيه حديث علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم هذا من بيد النايفوف بيدنا نيفوف إما نلاري منك الله هدي بديجا ولا نلاري ويك هد بيدن غني فوق غوتون إما كدعا ولا كخبر فوق دن غني غوتون سورة لك هدي بديجا فر نلاري نهار من لك بهداب ولا لا نلاري ويك يو الله هد بيدن غني دعا ما كوك جابا مدو كدي ما كوك جابا سنغاري تشارح ابن سيمين رحمة الله عليه قوله لأن الله فرتي اللعن كم اللعن من الله كيد لعنكم الطرد كريود والإبعاد ودند الرحمة الله غانجرم الله دون لعن كد جون لعن فرتي كد ودند غانجرم الله فإذا قيل لعنه الله صيام الله دين فالمعنى فرتي طرده الله الله ريود وأباده الله ودند الرحمة غانجرم فرتي موانا نتنجرم الله فوق تلبت الله من الموالان وإذا قيل سويام اللهم اللهم لعن فلانا يا أنك يا الله الكاري فالمعنى فرتك أبعده ودمب الرحمتك كان جرمه وطرده ريومه أنها كان جرمه قولكم المكوين من ذبح لغير الله دوين لأن الله من ذبح لغير الله يحتمل نواي أن تكون الجملة خبرية جملة نواي وأن جملة خبرية يونين بيدنكو تاكو كفر وأن الله دي جوم ديجا ko wi men ko wande Allah hudi kala mbu kirsan do ko wana Allah yesu kala shirku ngo wande Allah ko ko hudi jomu ta ko yesu khabar wa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbir anna Allah la ana man dhabaha li ghayri Allah ta ko khabari ta ko kafru min Allah hudi on wa yuhtamal wa wanda an takuna insha'iyatun bi lafdhin bi lafdhi hudum khabar bi lafdhi al-khabar ta jumla ko jumla insha'iyya kon lafdo da fa khabar taw ko duido wi ko yo allah hud taw ko biido yo allah hud on kirsan ko wana taw ko biido allahumma ay taw ko allahumma hudirta allahumma la an man dhabaha li ghayri allah wal khabar ablagh tayno ko kafru wonde allah ko hudi jomu dum wonde baligh li anna du'a sabugo ite du'a ko qad yustajabun wa ay jabede wa qad la yustajabun wa ay wasjabede qawluhu كونغول مكوين والديه وين لعن الله من لعن والديه يشمل الاب والام ان موفت باب يم فف ومن فوقهما وهم بدوما بام باب يم باب بام يم 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 يرفع بناتهم لان الجد ابو سباب بام باب رادك باب راد كما ان اولاد الابن والبنت ابناء وكون نون كاري بي غوركو بي ديبو فوف ولا بي ما وار بي ما ريو بي فوف فوكو بي ما في وجوب يس ودا دل احترام حرمات لي اصولهم ان ودي ما بي تدين دما سبكا بام والمساله هنا ليست ماليه مساله دو وانا جودي
بل هي من الحقوق وحكي جكالتيلو ولأن الأدنى أشد من لأن الأعلى هد بديل بود ست بود بند هد قدد كو هد بديل كو فرت بود بند كو هد قدد كو لأن أولى بالبر سب بديل بورنا هانت ديگوت ديگانت بديل لأن سبو نتو يسو قدد هد نتا هد نتو بونا جنة دمان لونو بونيرني هد ما جنة دمان بردون بون لابتيا مدر sabu odo burnda odo hakimo buri maunde ma odo burnda fodde netanade fodde diggande fodde donade fodde moyande sa itti dum a watti don kadi kudde ala ne shadir won don om ganda ko wajibi diggana dum wonno su wontika kudo wona shadir dum wari kuddo jinna dum hertina do e diina kuddo neddo goddo dum woni ko wi la anul adana kuddi badido buri maunude bakkar firti e kuddi goddo من كود برد كود كود بادير شرط كود جنرالهم ديركت بري هاد بكاري كود قط تمونا جنرالهم لأنه أولى بالبر سب كان كبرنا هاند دي جند جنر مكو ولا أنه ينافي البر كود يوم بأون ومن ريو تدي جند أون سك عليهم إن أم أولى كونغر مكروبين من لا أنا والديه وني كود جنرالهم ديدهم أي ابن سامين فرتدوم كو سبهما ينبي وشتمهما ولا يتيب ولا كنندهن جوني فاللعن من الإنسان السب والشتم السب والشتم وني كد جاتوج ولا جنوج كنندهن جوني فإذا سببت إنسانا أو شتمته سينين ولا يتيم لهم فهذا لعنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم sayni jinnaal neddo ayattima jinnaado goddo o yoftima yattitima jinnaado ma walla hudi jinnaado goddo on yoftima huttima hudi jinnaado ma dum woni ko haalete ko dum woni ko an hudi jinnaado ma dum woni ne sallallahu haalado hadith dum wi de be biyani bo kayfa yalanu ar-rajulu walidayhi hono fof neddo yennirto jinnaabe mum o wi ko yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubba abahu firdum ko neddo huccitay neddo yanna jinnaabe on yofto gani yanna jinnaabe makko kanko gidiide yennudo firtu kanko yinni jinnaabe makko firtu don ko jinnaabe makko yenni waya subba makko on non ko yenni ba mo non yenni tim ba makko yenni yimmo mo non yenni tim yimmo makko ngasi wadda kanko yenni yimmo hadith garu bukhari muslim ibnu saymin wi wa akhadha al fuqaha min hadha al hadith qa'ida فقهاء يتيود حديث قائدا وورنا وهي كانيما أن السبب بمنزلة المباشرة كويت السببك شاب بندو بكات كانيما قلر بكات جنو كان ببوتي ولا كان بنندي من السبب شاب بندو بكات قلر دوما فيرتي بكات من دو جون هدوما كقلر بكات قلر تاكو سبب balludo may sababu o rende makko gollude bakkat o wa in kana yukhalifu fi ad-daman ala tafsilin fi dhalik inda ahli al-mahastabi in lundo dum tan yeso woto to bangi daminati ko wite daman ko dum mi wadi tafsil jomi gandum dum kari ko fala sun wono ite dum ko ma zalim wona ta damimu dum nyaawo jomu amala ton wona ta ويقوله يكون قول نلالين من آوى محدثا أي ضمه إليه وحماه وفوتي أون مكو ورين دون يوم حدث وألي إحداث كويت حدث يشمل إن موافتفف إحداث في الدين ونود حدث الدين ود حدث ونود بدع إياكم ومحدثات الأمور نون إحداث في الدين كالبدع التي وين بدع جم التي ندين أحدثها الجهمية والجهمية كواب بين والمعتزلة والمعتزلية كواب بين وغيرهم يتنامى بأهل البدايين ففق إحداث بيتهم والإحداث في الأمر وقبيتك إحداث في الأمر من أحدث في أمرنا الحديث بينا يشمل الإحداث في الدين إن موفته في شؤون أي في شؤون الأمة من أحدث في أمرنا وني في جد دنيول نلادن قال جرائم وين بطل بوني ورد بوني أنكاغن
وشبهها يكون عند ينجر فمن آوى محلزا بعد بني يونيو يما مولا يما مولا دم فهو ملعون مولا كوكوداد وكذا من ناصر بلد بل بنيان كواني كوكوداد لأن الإيواء يونجن ديكو أن تأويه لكف الأذى عنه يونيامو أيوا مبلا توي واسو يوتا ديمكو هوليكو وادي بوني مكوري مودي مبلا ودادا يكو جوغور نو وادي ديمكو كو فمن ناصر وان بلدوم فهو شد واعظم بلدوم بو اي وادي بوني او وان بوري ماونو دي بكات اي ديني بو والله نو بي بونان دي كون مولي بو كام هوتو كو فو لا وريوني ديمكو وان كاي كو كودادو والحديث أشد منه بعد بكات وهور مبري تينك تدي بونان دي ولا بكات لأنه سبب كان إذا كان إيواؤه سببا للعنة سنغان مغاندو دا موال دي دوم تان إن سابو الله دا موال دا يعني كابو موال دا يهوري موال دي غيرون كو دار كم وانكم وانكم يوتي دو بيا دو كاري كلا موال دو كاري الله دي دوم يسي كلا واد كاري كما لكو هود موال تي دا يهوري فإن نفس فيه دا هو جرمون سابو ميم غلو المكم غلو هلو جرموني كو بكات نوني كو يتوغي جرمو كي ون إجرام أعظم أعظم من بكات مورف فيه التحذير إن حديث دورين تند جير تند من البدع بدع والإحداث وحس تند في الدين دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بدرين تنمون قلوا دي كوي موحد محدثات الأمور إياكم ومحدثات الأمور بدرين تنمون كيسي جول نتيدي دين وفإن كل بدعة ضلالة كلا كوي تبدع ففكم أجيرا وظاهر الحديث كفين حديث كو حيث تويك أمرا يسيرا ابن تيمين حيث تبي حدث وكو سيدا فف يحدث فوق ضلال قوله لأن الله من بدل منار الأرض منار الأرض كعلاماتها أي علاماتها ومراسيمها ونما ليجدي جلق الليدني بواب الليد التي نعلم ماله تحدد بين الجيران السير لكن ليد ما كدو هادي ليد ما كدو هادي وطن غادي هم ماندي فمن غير ظلما قرد مويتي اتماني بالهبا وجر ليد جناندي فهو ملعون او دو حوسين دي كد جمرة سبحانه وتعالى ونمك وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض ابن ثمين يندو بيان شانزو بيديتي كوال يندو كان بكي دك إذا زادت قيمتها سليدين لا سيما إذا زادت قيمتها ساك فف سبوا والشقوم بيديم بيتنغ بكاغ وجود ليد الجنان وما علمة بنغاندا أن الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيه من اقتضى شبرا من الأرض كلا تجد ليد فت سبرة ظلما توقو تونج قوبقه كلم سنده من سبع أراضين ها نجيد بير يلاو مدان قريد موليان حديث اتفق عليه البخاري ومسلم أي نعم فالأمر عظيم في الحال والمون فيه ما أن هذا الذي وندرك دي أمغن لا يقتطي بين التاج من الأرض ليد ويغير المنار إن شانزا مال برتيد هند ويأخذ ما لا يستحق ويتا ويجاق جودي ويياك ويجيا ونعمك ويجيا لا يدري نفوي وادنو كده وعنداني قد يستفيد منها في دنياه يواي نعم دكو وجد انكو وقد يموت قبل ذلك يواي وجد تنمى يتو نعمانه انكا وقد يسلط لآفة فتأخذ ما أخذه ألا نواوه دمكم بروش تاكو جودي وجد جودي بونا والا كنندي تو نعمانه انه باتي وهيبي بكاتو پر دكو ديمان پر دمودان فالحاصل ودكو كبدن لو ديم أن هذا دم دليل كوتين دين لا تعالى أن تغيير لأن تغيير منار الأرض ونشان زود منار ليل ونمال مود ونجلو جلو قلقل هن من كبائر الذنوب جاكو بكتوج مود ولهذا كل سابق قرنه النبي صلى الله عليه وسلم سن درد بالشرك أكويت الشرك وبالعقوق أكويت عقوق وأعجاد جناب وبالإحداث والنود بدع ولا ود إجرام مما يدل كلهم إن تندن على أن أمرون فيك قال الجل العظيم أن مونك هون مون هو البنيد وأنه نكلم يجب على المرء وأن يحذر منها رينادل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى أنه لا تعلم حتى لا يقع فيه دواسر يندهون بيد الجده
كانكم مؤلفه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليهم. وأدي حديث قلوبي وأن طارق ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طارق وطارق طارق ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بي دخل الجنة رجل في ذباب غوركم ميدنا ترى الجنة باتمبوب ودخل النار رجل في ذباب غوركم ناتري مبوب جايمون. قالوا بنبيهم وكيف ذلك يا رسول الله دوم هن لا ترتون دوم وارد. قال أبي مر رجلان على قوم لهم صنم واربدي دمبرتي يمب بأن جغيت تورموين لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا أي قوت ويرتو تاكون يوت سوانا بايدنا نهون وادنا نقربان بيدن بكير أدنا ركا نهون نفق. قالوا جمن توربي مبياني بواربي إلي أهدي ما بمبياني قوت مبين قرب يواركو بلين لا سنادو ما يوتو تان. قال أمي ليس عندي شيء أقرب أيوني وجاغا سكين بايدنا نهون. قالوا لهم بي مقرب ولو ذبابا بعدين تورنا هستيكم بوب تنجاقا بيدو لا ينجدنا هدلون. فقرب ذبابا بعدين بوب فخلوا سبيله بنقاتهم ويهوتي فدخل النار فرتونا تروي جاين باتدوم ما انقال السند حديثه دي واتكلم فيه هدما جاقت هدما كجودي ديدي فدنقال السند وتونوي. هو وقال الآخر قدو وقالوا للآخر بمبياني قدو قرب أن يوركو بعدين دا تورنو سنادي ما يوتتا. قال وي ما كنت لي أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل مين ونان بعدين أنا هاي قوت بوانا الله هوند بوانا الله ولن تنم قربان التنبين يكويمو. فضربوا عنقه بمبارئون فدخل الجنة وناتي أهل الجنة رواه أحمد. حديثكم ضعيف. روى ابن أبي شيبة والبيهقي وابن أبي عاصم في الزهد وابو نعيم في الليح والحديث من رواية الأعمش وهو مدلس وقد أنا فسنده ضعيف والحديث لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد بعد تخريج دفتر وهي حديث ويا أنتم مسندني وهذه حديث وتوتي دفت ابن أبي عاصم الزهد حلية أبو نعيم شعب الإيمان بيهقي مصنف ابن أبي شيبة حديث ودي مدلس ودي عن أنا وني الأعمش. يا وين هذا دوجون وي عن طارق ابن شهاب في الحديث علتان كان ابن وثيمين ويما حديث ودي إلا جديد الأولى إلا جدان أن طارق ابن شهاب وطارق اتفقوا بكور كم بفف على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كور كم فف هاي حديث قوت ونانين لات ولو طارق جونن واختلفوا بلوردك في صحبة بلكو سابين كوالا له والأكثرون كبري هاودي أندو بياري على أنه صحابي ونكو صحابيين لكن إذا قيل سويا ما إنه صحابي لكن إذا قلنا سوية ما إنه صحابي ودوا صحابان كيف لا يضر عدم سماع من النبي ودواس دمنا عند النبي النبي لورم طيبت لأن مرسل الصحابي حجة سب مرسل الصحابة أيوة حجة وإن كان غير صحابي تيو وانا صحابي فإنه مرسل غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي أي دون وانا تكون مرسل تابعين إن وهو من أقسام الضعيف لم جاكو بيتش ضعيف. أيوة ترجمة غورك واربا يودي متهذيب التهذيب واني ترجمة مكوتون ولا مؤجم الصحابة ولا إصابة ولا دفت ديان نندو دي هون ديان ننكو إلا غورت إلا دم حديث ابن ثمين أن الحديث مو عن أنه من قبل الأمش حديثه كم بو عن أناد أمشك مدلس ودي عن أنا جابتاك وهو من المدلسين وجاكو مدلسين وهذه أمدو أودو أنا كنيون آفة الحديث هذه آفة في الحديث نوك آفة من مصيبة الحديث ولا فرد فالحديث هذا في النفس من شيء من أجل هاتين الألتين ابن ثمين عبارة ما كنون في النفس من شيء هون اللي هو الناكفف ويطمك في النفس منه شيء
برن جبان ديجيهن فواجد إلا جديده. ويسمى للحديث علة ثالثة. أي حديث ولي إلا تتبع كان ابن سمين يلتني إلا تتبع. وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سليمان موقوفا. إمام أحمد الديمني أقا طارق كرنون قا طارق إما دي سليمان كو موقوف وانا مرفوع في دين الله. وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة. أبو نعيم كيد أدم كو موقوف. ابن أبي شيبة أدم كيد كو موقوف. وأدنون ويحتمل أن سليمان فتوى سليمان أخذه وبعد سك وند سليمان أو رواية يتم بكوي بني إسرائيل تاكو إسرائيليات جايا تاكو إسرائيليات جايا حديث أثر أولو نون ودي شرح حديث ونجون تاكي ونو سلاين. وهذه السيارة ويكونغل مكو توين في ذباب في ذباب في ودوك للسببية وليس للظرفية وانا نادين در مبوب على وانا تجانك وبت مبوب سباب مبوب فرت في ود وانا ظرفية فرت ونظيره وانا مؤمن وودي كنقل نلا دوين حديث جلد دخلت النار امرأة في هرة حبستها نلا دب قوت ناتري جاينك في هرة فرت عليك در أولون على فرتك سباب أولون من بسبب هرة قولوا دخل فدخل النار مع أنه ذباشيان حقيرا ناتري جاينك في هرس دهون ديهم ngan da kunde ko wete mbubu no infam do hirsu dum nani mo jangi no ko dum haqir kadi la yo kar lakin lamma na taqarrub ila hada as-sanam sara mushrikan fa dakhala an-nar no fu hadithu onji allaji gondi hen ina daman galu fi masali galu di masala jalula masal gidan o ko tafsir qul inna salati wa nusuki wa qad sabaq dhalik fi awli al-ba'd min fashirin dum الثانية مسألة دم وقت تفسير فصل ربك ونهرين كارين دون كدين. الثالثة البداية بلا أن من ذبح لغير الله حديث فضلي كدعون كرسنك وانا أعلم وان بدأ بي فضلين لأنه من الشرك شبر جاك الشرك والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد والله إذا ذكر في رجوم رب كان دي وهذه حكيجي ويدر توك توحيد تون حكي مكو ومبر مونو دوانو لأن حق الله أعظم الحقوق سبحك يا لوري مون دهك يجي فف قال تعالى جمرة لبي وعبد الله نبي الله ولا تشركوا به شيئا وتنبدين به قوته والله هون وبالوالدين إحسانا مؤجن الجنة بمن مؤجن قل وقال تعالى جمرة سبحانه وتعالى بي وقضى ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا ها جانك نون جامن يابي دريو تاكي سوانا كنون ونيابي كديو أن مؤجن الجنة بمن مؤجن قل وينبغي ويودن هاني أن يبدأ أن يبدأ نفوتورتي في المناهي ونجر كالادي نفوتورتي والعقوباتي عقوباتي فو بالشرك وعقوبتي إدريكو كهد فوزو سنة هالي فوتي إدريكو الشرك سبب الشرك ونهد موند لبت فوزن كالي فوتي هالتك لبت الشرك سبب لبت الشرك ونهد لبت بكتوش قد ديفو. الرابعة مسألة نيبوكو من لأنا ما لا أنو من لا أنا والديه ولا أنو رجل لرجل له ما أنا يعني وني هد نقد نقد وين ما أنا جديد الأول ما أنا جد أنا قد دعوا عليه بالله وني أدنو إني أنا دم وقيت لا أنا كون كد الثاني يسلم وصب وشتمون يتدي يتدي ينند كبان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بقولنا فردي دم دم يكون كون مكوين ويصب أبا الرجل فيصب أباه ويصب أمه فيصب فيردم صب لا نو فيردم وفيردم صبتم. الخامسة مسألة جواب وإن دام من قالكم لا نو من آوى محدثا وقد سبق أنه يشمل إنكار بدن إيواء المحدث ونجونج بعد بدا ولا بعد بنانة بعد إجرام وإن الإحداث في الدين والجرائم سوار كإحداث في الدين ونبدا walla jaraim woni bar boni bar ne dar moli ga walla bar bonan tam bon ya moli go on hala dum hada nyaawo rewne de makko moldo bo woni kudada on hala kanko moli do kam faman awa muhditham bi bid'atin fa huwa dakhilun fi dhalika on jonjo baddo bidanati do waman awa muhditham bi jarimatin fa huwa dakhilun fi dhalika on jonjo baddo jarim woni baddo bonan bar ne do dogi walla baddo bonan tam wonde. السادسة مسألة جيغابوك ومن لأنا لأنك من غير منار الأرض ونبكلي دماندي ليدي
وسواء كانت بينك وبين جارك سوى حكون ما كوني كديج ما أنو ديندي ليج بدكيرو جت أمان له، أو بينك وبين السوق ولا حكون ما جير مثلا جت أم بلنجير لو نعم دليل جان عندي جاي عندي، لأن الحديث عام سباديث وتداك دينر الله جوت الفوف ينناتهن. السابعة مسألة جيدي بوكو الفرق هو قولهم شيرنجل جونجل بين من لا أنا المعينة بين بل من لا أنا المعين ولا أنا المعاصي ولا بين لا أنا المعين ولا أنا المعاصي على سبيل العموم كشير المنقل إن هكون هكذا دين دوتان بيا كاري عن كودادو أويل بقول له قال له الفيو على هدوم لما ينقل الجيدان قول له قال له قفلي على هدوم أويل كاري على يال هدوم أنا قوتهم فالأول ممنون هكذا دين دوتان كودادو نكون حدان ينقل دوم ده وشيد دي نتو تم معين كاري أن تم كودا دو ننكو هنا حدان دي والثاني غير لمن الجائز أو أيد نو نتو وادي ربا نتو جوني أي نيام ربا أبي تنبأ أن كودا دو وندن الله بيتا كو نرى صلى الله عليه وسلم ويلا أن الله آكل الربا وموكله يا الله نيام ربا بكيل لدم بندو دم نندي أي دل نراني حالك إن كالين دوم ننفوت حال دي دو نهو شيد دي نتو كودا دو درك شده والثاني يسلم قنو جائز ندقي ونفل دنه يس عموم ونكارن نجونيكو لأن الله أكل الربا موكلهم فإذا رأيت من آوى محدثا سايي وان يوان دو جمبات دو حدث فلا تقول توي لأنك الله توي مدي اللي يؤل هدما بل قل وي لأن الله وي الله دي من آوى محدثا وي الله دي من آوى محدثا هنين بيرتا وي الله دي ما آن وي لأن الله من آوى محدثا على سبيل العموم اي يس عموم وانا كان كنت صور كان كيو هين صور غدو باد وند فوف والدليل على ذلك دليل من دوم كو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سار يلا انونا سمين المشركين تم دي وحدنو هفرب يو دي نلا نلا دي وحدنو هفرب امين اهل الجاهليه يم بهم بتا جاهليه يقول بقوله كن المكان كن لا دي وحد بيوي اللهم الان فلان وفلان وفلان نهي عن ذلك بقوله تعالى جمع جبن مكو قرآن إن يام بيو أشدهم تقدر كاري وهددهم يو أشدهم نرادين بليس لك من الأمر الشيء على كن جيداهين أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم ولا ألا جابنا بقاء يافو أو يؤذب ولا ألا ترلب فإن مظالم سبقوا بتوان بكم كن ليس لك من الأمر الشيء ودنهم فالمعين نعد تنكيري دكاري ليس لك أن تلعن هو ودنان مهددهم نون اللي يافو إن ننفف وكم من إنسان سار على وصف يستيق باللعنة ثم تاب فتاب الله له هنا فت فيرتك هيبي نقدم جوجي للصفة بو استوى وهاندري صفة وكود الله تقال مو الله نيونا بو توبة ويتوبة الله جابنا توبة وانت نقدم هيبي ودنون إذن ودنون يؤخذ هذا من دليل مفصل إنه يتدرك دليل مفصل بعد تفصيل وكان المؤلف وكأن المؤلف رحمه الله إلا وكأن المؤلف كان إلا ما بيا بل في دور رحمه الله قال ويك على أصل عدم جواز إطلاق اللعنة هو أصل كوك واسد دقاد ولد كد فجاء هذا الحديث ولا حديث أي لائنا يهود للعموم ياس وهوب تدينه فيبقى الخصوص على أصليك وهيريك وهدو أصلي مولون لأن المسلم سبجول ليس بالطعان جولك ونتاجوه ولا باللعان ونتاكدوه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعانا ونجوه يم أسكوج منك نندن وجوه على جوج ولا لعانا ونكدوه كيارو كد ولا ألا هذا ونواي تعلم وجه كوجه أخذ الحكم يتي دنيا وار من الحديث ولا حديث وإلا سواء دمكم فالحديث حديث ودكم لا تفريق فيه كان كو على شيرون قال كنا حديث بعد تفصيل دليل بعد فصل دكتور قلت يعني هنا الثامنة المسألة بتو وجيت أبو أي مسألة جيدة من قال هذه القصة العظيمة هو يكود قصة مودو وهي قصة الذباب وهي قصة بوبو كأن المؤلف ابن ثمين اللي تم مؤلفه يسعي رحمه الله يقول يرمد يصحي الحديث اللي هدي كان كو يارك حديث ونسيل ويو فريعه ولي هذا دم سابي بنا علي حكم من نيابي ومهي نيابي وجسنا دم سو ياري حديث سيلان
وما هتاهن يا وجه حديث كل ولي اللاج هكتاتي أن والمأخوذ والحكم المأخوذ من دليل قال هجنا ورجتان دليل فرعون صحته كشات الإشل قل دليل وتو سبيل فو أصل تابير تو نشات باو سندادهين والقصة معروفة قصة أن دا إن كالينهن كدفرت اللاج قندهن دفو جن التاسر مسألة جانب كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم كان كفوينا أدك ددوم دوهدوم تابع دمبو ناتري جاني سباب ونبوب من غندو داو فاني تاكي ريو دي مبادراد تورن دو بلو قللوم تنك حبوكي توي بني مبي وحيب يوتو دي واسا واري دي هذه مسألة ليست مسلمة أو مسألة كده ولا مسلمة نوال حديث سلان يونيك شادي حديث سلون إن جبوتون إشكال موال تنالال سبب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره سبب مكره ونلا مكره ونلا كنا حديث وسو سلون إن دنيا تشادي الموت من ابن سامين دون ونام سلم جا يجون فاني تاكي كو بوشي تور تور تنهاو جاوتن ونام سلم فإن قول سبكم المكو قرب ولو ذبابا يقتضي أن في له قاصد للتقرب فإن قاركم المكو قرب بدن ولو ذبابا حيث كنبوب تهن يقتضي نيا أن فعله قاصدا للتقرب وأما لو فعله تخلصا من شر سوى ذلك هو بجت ويوتة سبون جربير نكام بافور سليم فإنه لا يكفر سبو ونتاكيه في دون وتمكيه أدم هدوم تاسم هدوم سبواس دم فاني تاد التقرب بدرا دمبوب والله دلوتور من بدرا دمبوب دلوتور كيو دمبوب سبو فانر مكو هاو هي بتاتشو ديو يوت فانر مكو نا بعد دلوتور ولهذا قال الفقهاء وفقهاء ام بي فواد دم دولا اكري على طلاق امراته سجوم فرسا ما يوسير فطلق وسيري تبعا لقول المكره فوادي كونغول فرسدو لم يقع الطلاق دو شرغل ينتا مدام كو فرسد هاي سو يوسير شرغل ينتا دو من اندات فالاس ممتو ما لو نوى الطلاق ان لون دينو تايو اني مسير دي كو فرسد كونم با فرسدو يو اني كم مدام فرسد يو حال بنانا walta ko gollete o golla be njiya do don shergal ba fursude mo fi ba shergal farsam tan ko ma hala be nan so haali tan ko kongol gol tan haali puro farsa ma dan wona shergal to bangi shari amma tay non o fi bi hen shergal fa inna talaq ya ka umtum so fi ben shergal tan wonti shergal sab fim de wa forsede hen wa in talaq dafani li karahin لم يقع توسير تنكوها فرصة وإما إدان مكدوم يعني تشير وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم دوكو قوانا دليل منكو كنقل نلا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قل لي جفو بايوكو النياج والنياج سير دو حال دي تنكوها بجيت وفرصة وظاهر القصة كفينيكو قصة ولو أن الرجل قركوان ذبها بنية التقرب عندك أنكو هيرسين بوبوكو أني بدراد يتورن دو إلي أن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب سبو أصل أم بي ما قل الفو ما هنغل دقبان أي واكو ونكو أصل منكو حور دي دقبان دي أو دم بينوكو يو وادر نوان دي أنك أنكو وادي يو وادر نوان بدراد دو سو وادي فيرتين يوتيكو بدري دو وي ونحن وي ابن ثمين ابتوي ونحن أين نرى إذن جي خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله إذن جي أند تونا يي أند محمد بن عبد الوهاب أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب من لهذا السنم لا يكفر سو ودري دم بوشتاد ودراني بادراد تورن دم نوار تامو كيفي دم ني أند من أين لأموم قولي تعالى سبهو فتن لكم الجيوم سبحانه تعالى توينم من كفر بالله كلا كفر با غنتو كفر من بعد ما تشغل ونجول الا من فرتكو هلكاكو فعليم غضب من الله من كفر بالله من بعد ما فعليم غضب من الله جون بيدو اتتينا او دو اتتينا دو لومبا دو الا من كرس ونتا جون فرسان
وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا كيف فعلي مغضب من الله. سو انا تو فرساد فرساد ونبو وانا تا كيفر فرساد تا جوم كيفر هاي سهالي كيفر قال والله قول لي دوم. وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان ولا بالإيمان ودو قول له قول له قال إن وقت كيفر كونه قول لي قال تنكو حاو بوشيتو غير نما كوني بي إيمان قال له وقتهم كيفر سكالاهن. والصواب ودكوني صواب وكو أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل شير قال له كوني كونغول يقولل كجوم فرساهم فوق ميركن شير لقول ده يكون ودي كجوم فرساهم فوق وقوت فرسا محال نامس فرسا مقول نام فوق قوت. وإن كان بعض العلماء هستجوا أن ربي يفرق السيارة ويقول بيهم إذا أكره على القول لم يكفر سوى فرسا ما يكون والكيف راقل ونتا كيفير، وإذا أكره على الفيل كفر سوى فرسا ما يقول الكيفير وانا كيفير كونونون. ويستدل أدلنا بقصة الذباب والقصة والقصة وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها. قصة الذباب في دفوف تشيل المنك شادي لتو هذه صورة سكنوا قدو سنين دون قوة فيها نظر من حيث الدلالة كادي إن وديك نظر هاي سو هدرنا موسيلي كلهم شادي كادي سبعين دلالة كوتين دين تكوتني كو تندن كو سادلة بلن نوايد لنا دين لما سبق لي أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب وندم كون قول قوت الوين ونقال قول المهن قال يامرور يدباند قول لنقال مهن قول يدباند قول لنقال جوجي كنياوار دباند كو قول لدون فف يقول ركتي كنياوار ودبرا يو قول لكو والله كنند دين قرقر. نعم. ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شر سن كدري جوني أم بدرين بوبوتن نفاس سلي نويته قصة سلي سو سلي نتاو بدري تانكو بود بدني بدري تورندو فيتو ودي تقرب تورندو فرتنو هست وردنا فإن لدينا نصا محكما لدينا نص قد لا تفشل في الموضوع يعني أرى تعبر بالذات نواني كونغول جمرة نقول ويكو من كفر بالله جمرة ليكو يهدد ويكو من كفر بالله وحالا كفر بلا كقولي ولا كعملي حالا عند وانا ويان كفر قولي ويان كفر عملي كواي وندهن فف كفر قلب تن اتتناهين ايو اتن تن كفر قلب ايو اتن كو قلب مطمئن بالإيمان ويان دوانا كيفر ويكون من شرع بالكفر صدرا كيف راجع القلب وتهون كي تنكنون كفر قال لا كفر كون الففني من فرسين من ولم يقول بالقول ويتم من كفر بالله ويا من كفر بالله بالقول دي. فما دام عندنا ما دام دين يجي نص قراني القران صريح لا تدشر فان كنم لو وردت السنه الصحيحه على وجه مشتبه سنة شلو داري يا سنغندا نقول لافتاري مشتبه فإنها زون سنة تحمل يتفاوتيكو ونياويرتيكو على النص المحكم نص محكمك ونياويرتي متشابه يوين فرن غندي دو وادي نون دو ادن جوغي نص محكم صريح كد ويتان من كفر بالله ايتتين انتانكو كفر بيرندي غسي اما ويان كفر دمغل ولا غلل الخلاصة خلاصة دي هالكا أن من أكره على الكفر فرساله كافرا قال لم يكن كافرا ونتا كافر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان وأن دبرنا ما كون هديه بنا دي إيمانا قال ولم يشرح بالكفر صدرا وأجتنا كافرا قال دمل قسيم العاشر مسألة سبب الله سبب ويكو معرفة قدر هدوم الشرك في قلوب المؤمنين عندو دي نشرك واي مونو دي بير جيب المونين كل تشرك فيه. ابن تيمين قد بيّنها المؤلف رحمه الله مؤلف في منيد ومسألة مسألة هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا ويتأوله ومسألة أريد أن أمن الجؤين هوارمهم قالوا إن يأتجوني جول سفر سامي كيفير بلا بوري مؤجده
ko munya tan so yidi ware waso wonde ke fe walla o haa jabana be ko bi ko bowal o wada ta'wilo buccito ya woni hen ko buri yide buri hande هذه المسألة تبين أو مسألة فيه تفصيل ولا فيها تفصيل الفوائد تفصيل أولا كيد فوف أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا لا يجوز لأنه ردة جبان ديمو فرس بما كيف راجل بجبان ديمو بين دير مكو بول مكو فوف نمنو كم دقائق سبلم كريدة كيف راجل دير مكو كيسو جابي تنكو كيف راجل ثانيا مسألة دم يسو دم كان يوافق ظاهرا لا باطنا كندي وحاورة مأب بوال تواندير أو جباني وفان دي أنه بوشي تادي بدم لوين داكي ثالثا يسو تتاب موك ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا وواسلو تندير بوال فف وصلو وواري أنه كدين داكي وهو من الصبر جاكو مونيا لكن أيهما أولى جونك هو لين كبري هاندي جاب عن دب بوال وجدوه لك صلاة دير بوال فوف وواري ونوي لكن كنون هدوف قد دفون داقي كنون هدوه هو لين كبري أيهما أولى أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق قيل فيه تفصيل وكدين ولي تفصيل سابو يمبن وانا قوتون تسكدون دي يمبن بوتاني وانبكون قول ممنا نانا قول الممنا هبتنا ko nyemtin ted on jida ne neddo goddo tan elebe nyem jahotan mo nyemtin taaki may ngar hen jon o wi in wadi tafsir idha kana muwafaqatu likra la yatarattab alayha dararun fi ad-din lil ammati tayso jabi ko farsa ko jabi dum bowal ala chadere chindu taaka hen e yimbe be jangani bonna diina mabbe be jiya wadi bowal ta dum dem bad ta ko nyemtin ter firti نم بون الدين ما بفإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا طيب ولا نيم تنتير فيرتي فرلتا دين يجو وقبه وجب دين بواوال حو أجتو بسوارين دي أوري لا سيما سكفف إذا كان سلاتي ما بقاوه الدا دين بو فيه نغرنا مكو إنوونيه مصلحة للناس نفوري ينبئ وجوغي نفوري فيه ببادل واسواري وصلواري دين دي مثل صاحب المال وين جم جودي جم جودي كيون الباذل فيما ينفع جودي تا وادي دي لابي نفوره ونفت جول بجودي دي في اويد علم النافع ولا جم كند النفول وما اشبه ذلك كنند بيدو بيدن جوغي نفوره في هداده بي وري هيد نفوره يا دبند حتى وإن لم يكن فيه مصلحة هاشتبي على هم مصلحة ففي بقي على الإسلام زيادة أمر هاشتبي على مصلحة يدى دمود وهي وادي نفور في جول بكونون باتن على مفسد يدى دمود يقول سب ما بيدر كم قول سب نقول نم بيدري فون قول بيدر كم هنا يو دوجو وي أما وهو خير من هدى دمري هستوي وهي وانا فوركون هدى دمري كم من داري سلامي وقل بوري ما بيدر قل لكم وهو قد رخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه سابو شرير كيم بإكراه عند بفتن سلسل عند الإكراه يوركا مفرتن في نين كيف راقل سأل له فرصه لي وريد والله شديد أذن فالأولى كبرها عند أن يتأول أن يورى التأويل نون ورى التأويل فرتي ورى حال الشواك ورى حال الشواك ويته ما أريد وجده فيوافق ظاهرا لا باطنا وحورى بين بوالتا وناندر أما إذا كان في موافقة عدم صبره وعدم صبره ضرر على الإسلام أما تويك سوجبني بين بوال واس دمو منجي ني وريد دومين وري تشد الاسلام وقد يجب الصبر ساجن من واجب من وردنو سيدي وري لانه من باب الصبر على الجهاد في سبيل سبك دم دم منجي لا ول الله وليس من باب ابقاء النفس ونا باب حلك دي في التان ولهذا كدوم ودي لما شكى الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقه المشركين ولسبب لم قلتني لا
إن شفت البراء بن عازب إن كلمت سيرته ألا تنتصر لنا ألا تدعو لنا لو تين لنا جولي أظل الكعبة أفلي برد موما. قص عليهم قصة الرجل لا لهالني بقصة غوركو في من كان قبلنا كيدي من بأن الإنسان وندن بين كان يمشط أو يرتيرتنا وإن رتتنا ما بين لحمه كون هكونه تيو مكو جلدي ينقر مكو بأمشاط الحديد وإن رتو جمد راتو غوكو تيو راتاتا ونو راتو غو راتير تهودوني وابتون لب يالبولل حديث قرر البخاري. كن ويصبر يوم من كأنه يقول لم إلا نرى البيت بيصبروا على الأذى موني أتوائي كبتون لأ ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم تي هبين صحابة ولا هبين صحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت وانسى موافقة للمشركين تين انسى كان بفو غوت ممر سير فوف توتر دي هفر ببوا لكيفير وهم قلة نبان فمد دنين حملا لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام دون ما هب الإسلام ضرر موت كوبتيري كوي كودومون كنافيكو. والإمام أحمد إمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة مهنة مكو غندالو والمحنة القول ولا محنة القول بخلق القرآن لو وافقوا مظاهرا ثين وحورنا ما ببوالتا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام إسلام ما هبرا نمتنها حن تنويدا إيتو شديل وليو صليها وني فندي ما يت. الحادية عشرة والمسألة تسبق أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب وهذا صحيح أي أنه كان مسلما عندك جول دوان ثم كفر وانت كافر بتقريبه للصنم بعدين دمتور فكان تقريبه السبب في دخول الناس بعدين سبب نار دمجانك ولو كان كافرا تنك كافر إذا قل إذا ونك كافر قبل أن يقرب الذباب كيدين بعدين هبوب ولا كان دخول النار لكفر أولى لأود نار دمجان ناتر دمجان كافر أقل مقنقل جوجن ونقل تنقل هاند لا بتقريب الذباب ونبدين دنبوب. الثامنة ولا الثانية عشرة مسألة سبودي دابو كنغ محمد بن عبد الوهاب ويكو فيه إن دمن قال معرفة أن عمل القلب أن عمل القلب وند قل بيرن هو المقصود الأعظم عند عبدة الأوثان ونواني فاندار بورن مون ديتو بيرن وبتوروش والغرض أو يفاندار من هذا يدوم لك الترغيب نرير دند والترهيب كان يمرود ند رير دند هل بند فرت فإذا علم سأن دام أن الجنة واندك بيت الجنة أقرب سو أندي فإذا علم فرت سو أندي أن الجنة ويتكو الجنة أقرب إلي برباداد ومن شراكين عليهم كنهن الفرد مكو فإنه ينشط على السعيد وصفتنا قلند الجنة فيقول وي لست بعيد ببعيد ولا ولست ولا وي ليست بعيدة لك الجنة بدي لك مهراك يقتاد الجنة ما دامني وإبادات كقوله صلى الله عليه وسلم قلنا صلى الله عليه وسلم ولما سئلنا ونامنا أما يدخل النار ويبعيد من أما يدخل الجنة كي كنا نتا الجنة ويبعيد من النار إن وقتنا جنغون فقال نلا دويم لقد سألت أن عظيم أن أمني ما كموني وإنه ليسير على من يسره الله عليهم كنون يدوم نيوي بألا نيوناني نون يدوم نيوني بألا نيوناني والنار كويتكو صفارة ونجاينك إذا قيل له إنها أقربهم من شراكنا عليه يخاف ريام تجاينك بول بعد ذلك ما كينهن الفرمة سكالا هولت ويتوقع ورينتو في مشيه يا دمك الله يا زله وتوتاتا فيهلك وينا عند بن جاين ورب كلمه توصل الانسان الى اعلى عليين ونوي ان هي كونغول جتنو ول ندم اعلى عليين وني تبود تود عليين وكلمه كونغول غونغول توصل هو غول يتن ندم الى اسفل هدم سافلين تبود ليس دالس نعم انرتن وي انا مساله باتو سابنوغا سابوي تاتابون غسيرد وي معرفه ان عمل القلب هو المقصود الاعظم عند عبده الاوثان ونكو
kala ndin masala o to jawtudo masal jawtudo to ko o woni mo diwden kanko pirtanno dum o do masala woni sappo e tata ba masala sappo dida ba ko fi shahidun al hadith al sahih al jannatu aqrab ila ahadikum o woni pirtanno den ko no innu den ko masala o pirtudin hadith ite ko on ponno den innu di hadith hore mum masala o ga wonde ma'rifatu anna amal al qalbi woni golle jibir nul maqsud li adam kayum fa ndar burni mawnud indato أبدا تريوا على أوثان ونتوروجي ابن ثميني ولا حقيقة تفيد حقيقة أن هذه المسألة ولا مسألة ما التاسع كان كل مسألة ينبع فيها شبه شبه تناقض إذا بعد شبه تناقض إذا بعد بين ندير دني كاي مسألة ينبع أيتهم وبيلي أن نسبون كان كشيرنا جو في هذه المسألة أول مسألة أحال الحكم على أمر القلب وسند ياون لي غول برند وفي التاسعة أيوا ثم مسألة جينا بوي جوتنا أحاله سند دم على الظاهر يقول بوال فقال بسبب ذلك الذباب وسبب أن ذباب الذين لم يقصده بوفان تاك بل فعله أتو غول دم كيك وانا فان تاد دم غول راكو خلاصا وبكتاد من شر ما يتنامل ومقتضى ذلك أن باطنه سليم في ارتد مدك وأن وهنا دو يقول يوي إن الأمر قل إن الأمر قل بعمل القلب يقول لي جبرنا قل لي قل لي جبرنا كده ولا شك أن ما قال المؤلف سكالك مؤلف حالكم حق كقوانا بالنسبة إلى أن المدار على القلب تأيين يعور لي مسندك يقول لي برنا دم كو بان دم كو غوان ولا حقيقتهم حقيقة أن الأمل قل مركب كو فو فو شنيرا على القلب بيرند والناس يمب يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان قيم بين اللوت ندير تقول لي بيردنا باللوت ندير ني تقول لي جترد والفرقان بين الشير والحكون ما بقصدا ونفاني تاري وذلا ونهوي كنادي أعظم برك المون من القرى من فرقان وين بوري مونود من الفرقان شير بين اعمال البدنيه يقول لي جترت ديغا لان من الناس سوين جايم من يعبد الله بوين روى الله لكن عنده كونين تمكد او جوجي من الاستكبار مون كنار ما لا يدل معه ولا يذان لكل حق او جوجي مون كنار دي اتشتام بيان كنانا دي كالا غونغ yarew Allah tigi e wiyidi Allah kon non e jogi e mawni kinara ko accata o yankinano kala gonga won gonga na rasul dum won o baadum yakayim bi yakunu indahu zalika lil haqq yakayim tawini jogi dum yankinana gonga ti wuri fof walakin indahu naqsun fil qasd kon non faandar de ka tawina manki ay ikhlas on manki fatajid indahu naw'an min ar-riya'i jogi non e ko wi ter riya ko labinain فأمال القلب قل لي جبرن وأقواله حالا جمم لها أهمية عظيمة إن جوجي حمي ما رفرت هون دمون فين فعلى الإنسان وقدنا أن يخلص لله أن يخلصها لله لو لا بين نتم سبو الله وأقوال القلب كونغود بيرن بيرن جوجي كونغود نجاها وتبين بي ما بيرن أو حال تم بي ما بيرن ذلك بيرن نبيا إذا عندي دم بولار أقوال القلب وني كون قولي بيرند هي اعتقاداته وني بيبلي مهمون اعتقاداته بيبلي بيرند كالإيمان بالله وني قول الله ملائكته ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأماله قول لي بيرند هي تحركاتك ودل بيرند كالحبك ويني يد والخوف والهلد والرجاء والأمناد جورتاد والتوكل والله وكلاد والاستعانة والله والنوم أشبه ذلك من حركات من أعمار قل لي جبرنا والدواء لذلك سفر مم نضف سفر دونك القرآن القرآن والسنة السنة والرجوع هو رتتاد إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينقرنا من الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحوال قندار حال نلار وأقواله يكون قول نلار وجهاده جهاد موضعنا ودعوته وندرنا هذا مما يعين على جهاد القلب لم نكون واللور نقلو إحباد برند مولو ولا جهاد القلب ومن أسباب صلاح القلب إن جاء سبوج إن مؤجن برند ألا تشغل ولا إن جاء سبوج مؤجن برندك ألا تشغل قلبك بالدنيا ونباست السكلير برند ما أدنى
garna man dum fof ma dalin ci shar zalma ha hewa aduna sada lili ko aduna sada jodi ko aduna sada dani ko aduna sada fini sada yaha sada yaha sada ladde sada ba fof gel aden tan dum woni ko woni sokle ma burdo mawnude dum ko chadeli no wara bernde non do katina gongol fakani la wiyakum lima habbu yarda وجعلني إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوادي هندكم أن جافدون كو ويا ينغو وينون السلام عليكم ورحمة الله